السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تعرف ان مريض السكر اللي في غيبوبة عنده غيبوبة نتيجة انخفاض مستوى السكر في الدم؟ هقولك في 60 ثانية عن اهم 8 علامات لو لقيتهم على مريض سكر في غيبوبة اعرف ان المريض ده عنده غيبوبة نتيجة انخفاض مستوى السكر في الدم. في علامات واعراض هتلاقيها قبل حدوث الغيبوبة، زي هتلاقي المريض ده عنده رعشة في ايديه، هتلاقي المريض ده مرتبك وعصب ومنفعل جدا، هتلاقي المريض ده مرهق وتعبان جدا، هتلاقي المريض ده جعان وعايز ياكل باستمرار، هتلاقي المريض ده عنده تعرق في الجبهة والرأس، وكمان عنده شحوب في الوجه. أثناء الغيبوبة هتلاقي 4 علامات مهمة جدا. أول علامة هتلاقي دقات القلب بتاعته والنبض عنده ضعيف وسريع، التنفس ضعيف وسريع برضه، هتلاقي عنده تعرق في الجبهة والرأس، وهتلاقي ريحة الفم عنده ما فيهاش مشكلة. دي أهم العلامات اللي لو لقيتها على مريض سكر في غيبوبة أعرف إن الغيبوبة بتاعته نتيجة انخفاض مستوى السكر في الدم.